4/11/2011 بنبتدي يومنا في نهارك سعيد يوم الجمعة بفقرة الصحافة كالعادة، لكن بذكر مشاهدين نهارك سعيد في مصر أو في أي حتة في العالم، حضراتكم ممكن تتابعوا الفقرات والأيام اللي فاتت أو الحلقة دي كمان أو أي ضيف من ضيوفنا في الفقرات المختلفة في نهارك سعيد على العنوان www.youtube.com يوزر نهارك سعيد NAHARA سعيد SA 3 English EED، وبرضو نفس العنوان نهارك سعيد بنفس السبيلنج على تويتر وعلى الفيسبوك. معايا فقرة الصحافة الأستاذ أحمد سامي متولي الصحفي في جريدة الأهرام. صباح الخير يا فندم. صباح الخير فندم، كل سنة طيبين. نهارك سعيد، أول مرة أقعد مع سيادتك وليه الشرف أن أنا مع سيادتك. لا ده أنا ليه الشرف. بنبتدي بفقرة الصحافة ومعايا 8 أخبار متنوعة من جرائد مختلفة. بنبتدي من المصري اليوم صفحة أولى، السلمي يتراجع ويعدل مبادئ الدستور. والأهرام صفحة أولى، نجاة 1929 مصريا وعربيا من احتراق عبارة في خليج العقبة. 1229 أنا آسف لو أنا غلطت في الرقم. من الشروق صفحة أولى، عمال المترو والغاضبون يحتجزون وزير النقل ساعتين بعد استقالة شيمي. الشروق صفحة 3، وقفة احتجاجية بنقابة المحامين للتنديد بتصريحات الزند. والأهرام صفحة أولى، شرف صلاحيات كاملة للجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة. من المصري اليوم صفحة 3، الأنبا يؤنس البابا أو يؤنس البابا شنودة أرسل موافقته على دور العبادة إلى الحكومة والعسكري. الأهرام صفحة أولى، التحالف الأمريكي الإسرائيلي البريطاني يستعد لضرب إيران، ربنا يستر. الأهرام صفحة أولى، شيكابالا يقود الزمالك لفوز مثير على سموحة. أستاذ أحمد، المصري اليوم صفحة أولى، السلم يتراجع ويعدل مبادئ الدستور. تمام، الخبر ده طبعا هو القاسم المشترك في كل عناوين ومنشتات الأهرام النهاردة. الزوبعة اللي صارت بعد أعلان الوثيقة، مسودة الوثيقة اللي أعلنوا في خلال يوم الثلاث في مؤتمر في دار الأوبرا، ده أثار الدنيا كلها سواء الليبراليين أو الإسلاميين. كنا تخوفين من إثارة الإسلاميين، قامت الليبراليين كمان معهم من الناحية التانية. نعم. وكل هجوم ضاري على الدكتور السلمي بشخصه، اتهموه أنه هو اللي وراء مهندس التعديلات ديت. وطبعا لا يخفى على أحد أن كانت كل المشكلة هي اختصاص القوات المسلحة في مناقشة موازنتها وإقرارها بدون وقوانينها، وان هي تقر قوانينها بدون الرجوع لمجلس الشعب. اللي هو هي دي الماده اللي هي كانوا بيتكلموا عليها اللي هي 9 9 و10 هي 9، هي ماده 9 صفة عامة. ماده 10 دي خاصه بالمجلس الدفاع الوطني. اللي حصل امبارح ان حصل تعديل في الجزئيه ديت، ان لازم بعد كده يتعرض كل القوانين ويتعرض الموازنات على مجلس الشعب. نعم. كان الماده قبل ما تتعدل امبارح كانت بتقول ان هو المجلس الاعلى للقوات المسلحه دون غيره هو المسؤول عن الموازنه وعن القوانين الخاصه بالقوات المسلحه. نعم. اتشالت كلمه دون غيره ديت وبقت العمليه ايه زي ما كانت الاول. دي نقطه الخلاف الوحيده. لا 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 لا، دي نقطة من بحر خلافات. ايه بقى زي ايه تاني معلش؟ الخلافات الأخرى خاصة القوى الإسلامية طبعا معترضة إن الوثيقة تبقى إلزامية، إلزامية للجنة التأسيسية للدستور. إن هي تبقى إلزامية، هم عايزينها تبقى استرشادية. وطبعا حتة إن هي دولة مدنية ديمقراطية فيها برضو بعض اعتراضات، إن في بعض القوى الإسلامية عايزاها دولة إسلامية. نعم. يتحدد فيها. نعم. كلمة ديمقراطية ومدنية ديت بالنسبة لهم تعني العلمانية. تمام. يعني على طول عندهم هم كانوا. أستاذ أحمد، هو ليه إحنا ما عندناش ثقافة النقاش؟ يعني هل هو، طب ما هو الراجل اهو رجع وقال يا جماعه ما عنديش مشكله، تعالى نتكلم مع بعض وكل حاجه. هو ليه احنا عندنا يعني انا طبعا مع احترامي لكل اللي هم مختلفين فيه وممكن يكون عندهم حق 100% وكل حاجه، ولكن انا جيت قعدت مع حضرتك وقعدنا نتكلم في موضوع
ليه اقلب الترابيزه واجري وامشي وخلاص ويعني طز في الحكايه كلها؟ طب ما هو يعني رجعنا طيب هو يا ريت اتكلمنا يقلب، اهو. يا ريت يقلب الترابيزه ويمشي، ده هو ما جاش من الاصل يعني، في ناس لان ما هو جاتش قطع، اساسا. قطع المؤتمر من نعم الاصل. نعم شايفين ان ده التفاف على على التعديلات الدستوريه اللي تمت، وان خلاص ان ده اخر المطاف نعم وكده. فلكن ممكن نعد يعني، ممكن نعم يطلع اعلان احنا دستوري جديد. محتاجين على فكره بعد الفتره اللي احنا فيها دلوقتي، داخلين على انتخابات وداخلين على مستقبل مصر، محتاجين ان احنا يبقى عندنا شويه صبر، شويه اكتر من كده بقى، ان احنا طبعا يبقى شويه اكثر تعقل واكثر هدوءا في القرارات. مش تمام. يعني يعني هو الراجل نفسه الدكتور علي السلمي اصل انا كان شايف راجع الموضوع من ده في رحلة الشارع، وشايفه في الانتخابات، وشايفه في المسؤولين، شايفه في في كل كل حته، في كل حتة اللي هو التسرع في مترو الأنفاق لسه. لسه الانفاق. ده هو دكتور علي السلمي كمان تمام هدد امبارح بمقاضاة نعم باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من أهانه بخصوص الموضوع ده. يعني وصلت العملية يعني خلاص، الموضوع يعني هيبقى في محتاجين نهدى ونسمع بعض الحكومة يعني. هتقاضي الشعب نعم يعني، طيب. وصلنا للدرجة دي. الأهرام صفحة أولى، نجاة 1229 مصريا وعربيا من احتراق عبارة في خليج العقبة. تمام. الحمد لله ربنا ستر وما اتكررتش مأساة تايتانيك السلام، يعني اعادت لاذهاننا الموضوع دوت المركب السلام، والله يكون في عون الركاب. طبعا ال 1229 دول كانوا جايين من الأردن، مش ملوش علاقة بالحجاج، ملوش لا يعني لا ملوش لا، انا دعوة اتوقع ان هم بالموضوع. راجعين، ممكن يكون اجازات تمام العيد، يطلب اجازات هنا. عظيم. الحريق اندلع من أنا كنت في المقدمة جراج. مع زميلي فادي حضرتك، وكنت بقول إنه ليه دايما في حكاية العبارات دي بنسمعها فقط في الشهر بتاع الحج؟ يعني هو في حاجة في الفترة دي مثلا بتبقى فيها مشكلة؟ لا، بيبقى في ناس شحنة حاجات، في ملابس، في سيارات، في ناس راجعة، ده بيبقى موسم بيرجعوا فيه مرة في السنة أو مرتين في السنة، فاحتمال يكون هو ده الموضوع، مش والتحقيقات حاجة تانية، ملهاش أي الأولانية علاقة الأولى بتقول إن بحاجات هو شبهة جنائية أو حاجة. لا لا لا، أظن إن في تمام. أي حاجة زي والتحقيقات كده. المبدئية بتقول إنه بسبب في اشتعال حاجة في في الجراج ناس قالوا ماس الخاص كهربائي بالسيارات في أو جراج خاص بالسيارات المشحونة، الناقلات والسيارات، في 43 سيارة تقريبا كانت مشحونة على نفس المركب، ولسه طبعا النيابة هتحقق، ويا ريت النتيجة تطلع بدري. يعني هم الله يكون في عون طبعا الركاب، هم بعد ما خلصت الحادثة وطلعوا تظاهروا وعايزين تعويض من الشركة على نعم أمتعتهم، فبقول الحمد لله يعني إن هم نجوا بأرواحهم يعني. وبعد نعم كده يبقى نعم الحاجات دي بقى إجراءات قضائية، وبعد كده يبقى نعم ياخدوا، دي نعم حاجات بسيطة، الشنط والحاجات هو دي. برضو في قد الجرايد، 1033 ماتوا قبل كده يعني. نعم نعم في الجرايد على فكرة بيقولوا برضو ان هو مفيش غير واحد بس هو اللي توفى او غرق هي كانت في الجرايد البحر، بس، انا قريت وهو كان بوابه اردني. الاهرام، قريت بوابه الاهرام بالليل ان وزير الصحه نفى ان في اي وفيات في في الحادث. المصريين، هو انما ده في الصحف في النهارده بتقول ان في واحد بس غريق، اللي والله هو اردني، واحد هو اردني بيقول بس. ان هو قفز من المركب نعم ومات غرقا، يعني بينقذ روحه من تمام. بس الله اعلم برضو المعلومه دي يعني، هل تصريح وزير الصحه ده بينفي المعلومه دي، لان مفيش نعم اي وفيات على المركب كلها. نتمنى ان ما يكونش في اي يا حد رب. توفى. الشروق صفحه اولى، عمال المترو الغاضبون يحتجزون وزير النقل ساعتين بعد استقاله شيم. تمام. الغريب في الخبر دوت ان دايما بنشوف الناس نقمة على قيادتها بعد الثورة، يعني كل حاجة عايزين يغيروا القيادة، جه رئيس تحرير في الجورنان، جه رئيس مجلس إدارة، كله عايز يغير في أي مكان، في أي مصلحة عايزين يغيروا القيادات القديمة، قيادة وبترجع هي برضه. بنشوف الغريب ان هم متمسكين بالقيادة بتاعتهم، نعم يعني انها المظاهرات متسكين. يا ريت الناس كلها تهدى شويه وتعمل زي عمال المترو، بس هم طبعا ما عملوهاش بهدوء، لان هم هددوا بايقاف الخطين بتوع المترو، ودي كارثه طبعا هتبقى على مصر لو تمت لمده ساعتين. بنشوف الدنيا بتحصل فيها، البلد كلها بتقف. وهي فعلا البلد كانت واقفة أساسا امبارح، يعني كل الناس عمالة تقول الحياة واقفة خالص. والمترو تعطل، يقولوا من خمس يمكن مش الوزير حجزوها، بس المترو تعطل من 5 ل7 ساعات، الحركه ما فضلتش برضو موجود، تفتكر هو لان هو وقوف كان يعني تعطل المترو أو الغاضبون يعني يحتجزون وزير النقل ساعتين بعد استقالة الشيمي، ده هو ده السبب إن المرور في القاهرة كلها كان واقف امبارح؟ لا لا لا، مرور من اول السيارات امبارح، يعني، من اول امبارح والمرور واقف ولا طبعا هو عشان عشان العيد؟ لا لا، عيد دخلت العيد يعني، يعني باينه قوي ان هي قدام يعني المتجه لمناطق تجاريه او كده نعم نعم يشتري ملابس انت العيد او رأي كده. حضرتك ايه في انه انا عشان المدير بتاعي استقال او اقيل او اي حاجة، ان انا اوقف الدنيا، اوقف مصالح الدنيا،
لا ده من حق طبعا الوزير ان هو يقيله في اي وقت لو شاف ان هو ما اداش عمله، بس هو الوزير قال لهم انا ما اخلتوش، هم العمال متوقعين يعني توقعوا ان الوزير هو اللي اقال، لا قال لا ان هو جاله شغل انا بسال من حضرتك فوق على مش الواقع يعني. حصل الواقع، انا بحسب الرد الفعل بقى، ان الناس العاملين في مترو انفاق يوقفوا مصالح جمهوريه مصر العربيه ومصالح الشعب كله عشان مدير راح او جه، لا ده يعني مع مرفق احترامي قومي، الشديد للمديرين والوزير وكل حاجه. مرفق قومي طبعا لا يجوز فيه اي حاجه، ومفروض يتطبق معاهم اشد العقوبات اللي موجوده في قانون العقوبات. مفيش تظاهر او اعتصامات في المرافق القوميه، دي حاجه يعني الف ب في اي قوانين اي دول في العالم. اي حاجه طب البديل ايه؟ يعني نقول لهم ايه؟ نقول لهم نوجه لهم لو في حد قاعد من اللي اعتصموا امبارح دول، نقول لهم ايه؟ نقول لهم مثلا ممكن كنتوا تروحوا مثلا لوزير يعني تروحوا له المكتب مثلا تعملوا له هم يعني هو راح لهم بنفسه ورفضوا مقابلته، يعني رفضوا برضه. مقابلته، قعد ساعتين ثلاثة عايز يكلمهم لغاية ما انصرف ويقول ان هو راكب تاكسي عشان يهرب ربنا يستر. زي ما انا قلت امبارح في ان احنا سوري انا اسف، زي ما قلت دلوقتي في ان انا يعني يبقى في ثقافة الحوار برضه في الموضوع، ان انا اوقف مصالح الدنيا كلها عشان وجهة نظر معينة. يعني اتمنى ان احنا نهدى. إن شاء الله الشروق صفحة 3، وقفة احتجاجية بنقابة المحامين للتنديد بتصريحات الزند. تفائلنا خيرا بعد اجتماع دكتور عصام شرف مع المحامين ان الازمه انتهت، ولكن يبدو ان لسه ليها فصول اخرى ولن تنتهي بعد. لسه العند ما زال. لسه في تصريحات ناريه طالعه من المحامين امبارح وعملوا وقفه احتجاجيه ورفض تصريحات الزند. المستشار الزند دلوقتي في الحج، هو صرح ان احنا مش هنتراجع عن قرارات الجمعيه العموميه الطارئه اللي هي كانت بتقول احنا هنوقف في العمل في المحاكم لحين تامينها. نعم. هو صرح بكده والقيامة قامت المحامين، وطبعا القضاة كمان رافضين التصالح في الموضوع، اللي هم اعتبروا ان في بعض المحامين تهجموا عليهم فايه فرافضين ديت. فالأزمة اشتعلت تاني، والمرشح للنقابة سامح عاشور برضو أطلق تصريحات نارية، وإن إحنا القضاء مش عايزين نورث القضاء، وإحنا الثورة قامت عشان التوريث. فأنا شايف إن الموضوع هيرجع تاني لمربع للتصعيد تاني. الصفر يعني. ربنا برضو يعدي الأزمة دي على خير، شريتنا الأسبوع اللي فات وما كله. زال المحاكم مغلقة لحد هذه اللحظة معظم ما المحاكم عدا كتير المحاكمات الخاصة بالثورة والمشاكل الخاصة بالثورة برموز الفساد وكده. برموز الفساد برضو. يعرف كل الأخبار أقول إيه؟ ربنا يهدي. الأهرام صفحة أولى، شرف صلاحيات كاملة للجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة. تمام. دكتور عصام شرف طبعا والمجلس العسكري بيدعموا اللجنة دي كل الدعم. هو صرح برضو بالنسبة قال ان هديهم كل الصلاحيات، ان قال ما نستعجلش عن الفلوس ان هي تيجي، نعم. هتاخد الموضوع هياخد وقت كبير ونصبر عليها، فيا ريت برضو الناس ايه ما تستعجلش معاه. وبرضو في ده كان مؤتمر صحفي عقده مع ايه مع المحررين مجلس الوزراء، أكد فيه إن الانتخابات هتتم في ميعادها، وده اللي يهم الناس طبعا، وإن هيبقى فيه تأمين كامل وفيه وعود وتعهدات من المجلس العسكري بذلك. برضو طمن الناس على أحوال كتير، الأحوال الاقتصادية وكده، ويعني نتمنى إن الفلوس ترجع أول حاجة علشان الناس كتير قوي مستنيين. أقاويل بتقول الفلوس ممكن ترجع، في أقاويل تقول الفلوس لا مش هترجع، أقاويل بتقول هترجع بس هترجع بعد سنين، أقاويل تانية تقول لا يعني هترجع بس ممكن ترجع. المفروض ما نشغلش بالنا بالموضوع، لو يعني جت ما جاتش هنشتغل المهم إن إحنا نشتغل والعجلة ونقدر تدور نعوض اللي ممكن يكون فاتنا. ولكن تعرف قيمة العمل في مقولة تانية بتقول أو رأي آخر بيقول عجلوا بمحاكماتكم، محاكمات الناس دي اللي هربوا فلوس بره ودخلوهم السجن، تمام، وهم احتمال يرجعوا في كلامهم ان هم يقولوا لهم مثلا يعني يعني نتصالح بس ارجع لكم فلوسكم مثلا. لا ما على فكره اظنش. اللي انا قلته دلوقتي ده كان يعني قيل في البرنامج هنا في نهارك سعيد على لسان رئيس الانتربول المصري السابق، تمام، كان هو ده رايه. تمام، هو راي حضرتك رأي ايه؟ يحترم طبعا، ان لو في فلوس ترجع ممكن يبقى في تصالح طبعا، دي في الغالب انا هستفيد ايه ان واحد مرمي في السجن بس الفلوس ترجع قبل اي حكم بات او حكم نهائي، يعني ما فيش بقى اللي هو اتحكم عليا وخلاص واستوفيت كل اجراءات الطعن وكده في الاخر يقول لي لا انا خلاص عرفت انا هاخد 5 سنين ولا 10 سنين، لا انا هرجع الفلوس. نعم. فالفلوس ترجع من دلوقتي قبل صدور اي احكام باتة في تمام. القضاء.